الحمل واضح انه هو مر بظروف قاسيه الفتره اللي فاتت، والنهايه كانت نهايه مؤلمه، مؤلمه شديده الالم، يعني زي ما تقولوا كده ايه، جابت اخركم، يعني اللي هو ما فيش بعد كده، الم شديد شديد شديد، حاله من ممكن تكون فيها غدر، حصل غدر. حاسس ان هو اتغدر بيه، الضربه ضربه شديده، حصلت ضربه شديده خلتك افقد التوازن على اقل تقدير، الا اذا ما كانتش يعني خلتك تفقد الامل تماما، يعني حاجه فظيعه، يعني حاجه شنيعه. لكن واضح ان الحمل صبر، صابر، هو انت حمول يا حمل فعلا على اسمك، انت متحمل كتير جدا، متحمل الم شديد نتيجه الغدر اللي حصل فيك ده، او الطعنه اللي جات لك دي، وممكن تكون جات من كذا جهه مش من جهه واحده. لكن انت صابر ومستني حاجه، مستني بقى ان شاء الله ان ربنا يعوض الظلم اللي حصل ده، ويرد يرفع عنك الظلم ده، او يرفع عنك الابتلاء ده. صبرك واضح، واللي بيصبر اكيد بينول اكيد، ومفيش حق عند ربنا بيروح، يعني ايا كان بقى اللي حصل ده، الطعنة دي، بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيرد لك، هيرد لك حقك باذن الله. شايف انك انت قررت تبعد عن المشاكل وتديها ظهرك، خلاص اللي يحصل يحصل، زي ما تقول كده ايه، قررت تدي ظهرك وتمشي، تبعد عن المشاكل كلها، وانا يعني اؤيد ده جدا. خلاص في حاجات معينة، مشاكل معينة كده بتوصلها، هي خلاص ملهاش حل، هتعمل ايه؟ اديها ظهرك وامشي. واضح كمان ان عندك اعباء وعندك مسؤوليات شديده جدا، وانت لازم تعدي بالناس اللي معاك دي لمكان اهدى ومكان اكثر امان او اكثر ايجابيه، فانت فعلا بالفعل بتعمل ده، ما شاء الله عليكم بجد، حاجه حلوه جدا. وشكل حاله التقلب والمشاكل دي، انت فعلا بعدك عنها ده هيحل المشكله، هو ده اللي انت محتاج تعمله، اديها ظهرك وامشي، ان شاء الله رايح لحته احسن بكتير. كينج اوف كابس، شايفه قدامي، سوري، نايت اوف كابس، في مشاعر بتحصل من اما منك او من شخص قدامك، يعني انا شايفه انه في حاله ابروتش، حد، لا هو حد بيقرب لك بمشاعر فيها حب، خطى بطيئة شوية، ما هيش سريعة، الخطى بتاعته فيها تأني شوية، إنما في حد بيقرب منك. ده بالنسبة للناس السنجل اللي لسه مرتبطوش، ممكن يكون في حد ابتدى يقرب منهم، زي ما تقولوا واقف جنبكم في الابتلاء ده، بيحاول يقرب منكم، بيحاول يساعدكم أو يخفف عنكم اللي بيحصل ده بحب. للناس اللي مرتبطه بالفعل، ممكن يكون شريكهم بيعمل كده فعلا، وبيحاول ان هو يهون عليهم وياخد بايديهم، حاجه حلوه جدا جدا. شايفه فلوس بتجيلك من شخص كبير، ممكن يكون ورث او اب او ام بيساعدوا، بيمدوا ايديهم بيساعدوك، في شخص بيمد ايد العون لك، حد اكبر، ممكن يكون زي ما قلنا اب او ام او مدير في العمل بيمدك بالفلوس، لان الحاله الماديه عندك كمان واضح انها طالعه نازله، واللي جاي رايح، مش عارف تجيبها من هنا تبوظ من هنا، تجيبها من هنا تبوظ من هنا. ففي حد هيساعدك وهياخد بايدك ان شاء الله، اذا ما كانش حصل بالفعل كل ده بيحصل كويس جدا، باذن الله ان شاء الله هتقف على رجلك. انا شايفه قدامي قوه اهو، كينج اوف سوردز، تعالى تعالى ولد بتاع، انت اتكل على الله، اتكل على الله، قوة، هتبتدي تقوى يا حمل، والضربة اللي ما بتموتش بتقوي، وانت 100% 100% هتقوى، ما شاء الله قوي، وهتبتدي تاخد قرارات مهمة
وهتكون جامد، لا هتوري بقى وش جامد، تعرف تصد بيه الصدمات اللي عماله بتحصل فيك دي، هتقوى جامد جدا. والظلم اللي حصل ده باذن الله هتبتدي يا اما هيترد بالفعل بسرعه شديده جدا، او هيتبان بوادر ان الظلم ده هيترفع من عليك. Justice is going to be served. او ممكن يكون عندك حاجه قضيه، حاجه في القضاء، حاجه في الحاجات دي، ان شاء الله ربنا هينصفك فيها وهتخرج منها باذن الله منتصر. لما هتحس بقوتك، وقوتك هتبتدي بقى اللمبة هنا تنور، وتبتدي تقول لأ مش أنا اللي أقع، هتبتدي بقى إيه، يجي لك الموتيفيشن، فرص هتبتدي تظهر قدامك، أو ممكن فرصة هتبتدي تظهر قدامك وانت هتعرف تستغلها ان شاء الله كويس جدا جدا جدا. صحيح ممكن تزود أعدائك وتزود مسؤولياتك والحاجات اللي فوق ظهرك، انما هتعملها بطموح، هتعملها بروح إيجابية، بطاقة فيها تفاؤل وفيها عناد. هنجح يعني هنجح، دي طاقة نجاح إن شاء الله. عندك الألمنتس كلها، الساحر، الساحر مع العصا والسيف والدرهم والكاس، أنت عندك كل الأساليب اللي ممكن توصلك للنجاح. السيف القوة، الدراهم الحاله الماديه، او الشغف او الرغبه في الوصول للحاله الماديه الاحسن. عندك قلب كويس ومشاعر حلوه هي الكوبايات، والعصا تحمل المسؤوليه والصعاب، انت تعرف تتحمل الصعاب. هتستعمل كل الادوات اللي في ايدك دي انك تحول اي حاجه قدامك لنجاح. فارجوك يا حمل، لو انت فعلا، انا شايفه كل الناس بتقول القرايه صح، الطعنة اللي انت اخدتها دي، او الغدر اللي حصل ده، او ايا كان الالم اللي جابك ارضا ده، طرحك ارضا ده، انت هتتغلب عليها اذا ما كنتش ابتديت تتغلب عليها فعلا. اجمد اهو، اجمد، بصوا كينج اوف سوردز شايل سيف وقاعد ملك، ولا يهمني، انا بتعلم من اخطاء، انا بعرف ناس على حقيقتها علشان اعرف بعد كده اقيم الناس صح. فمش عايزاك تقلق، المتاعب او الحمول اللي عليك، المسؤوليات اللي عندك دي، حاول انها تخففها شويه، لان هي فعلا تزايدت عليك الفتره دي. حاول تاجل حاجات، حاول توزع مهام شويه، لان عندك اعباء او ممكن تكون عقبات كتيره شويه. فحاول ان انت تطلب المساعده، بس المساعده جايه، المساعده جايه لك من شريك باذن الله، بيمد ايده ليك بالمساعده معنويه، حتى لو كانت ممكن تكون ماديه، زوج بيساعد، زوجه بتساعد، في حد بيمد ايده المساعده ليك ان هو يساعدك تعدي ان شاء الله الازمه دي. بتعدي ان شاء الله، معدي خلاص، ارمي ورا ظهرك، ارمي ورا ظهرك كل فتة، ان شاء الله جاي لك حاجات كويسه. البدايه الجديده مش ظاهره قوي، لكن انت بترسم لها. انا مش واضح عندي بدايه جديده، انما انت على بتاخد خطوات ان انت تروح لها. اجمد يا حمل، الحمد لله كويس جدا. يوسف بشكرك، الصعب عدى خلاص، الحمد لله عدى خلاص، الحمد لله، وعديته وعديته يعني، متماسكين وكملوا بالتماسك ده، لان ان شاء الله هتحولوا كل شيء قدامكم لنجاح باذن الله. يلا نشوف الحاله العاطفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا حبايبي، اللي انا شايفاه حالتك دلوقتي ايه يا حمل؟ انت في حالة حيرة شديدة، محتار، يعني انا مش عارفة انت محتار في ايه، يعني محتار
مش عارف تعمل ايه، انت واضح انت مش عارف تعمل ايه. نفسك تقدم لشريكك حاجة، عايز تقدم له حاجة، عايز تقدم له حب، عايز تقدم له مشاعر، تقدم له مساعدة، تقدم له عرض، تقدم له حاجة. الحمل عايز يقدم حاجة لشريكه، وشايف شريكه ازاي؟ الحمل شايف شريكه بيتغير او مسافر بعيد شوية، او شايفه بينتصر، شايفه في حاجة، يا اما بيتغير يا اما بيسافر يا اما منتصر، في حاجة حصلت له، عنده طاقة انتصار شوية. الطاقة ما بينكم فيها شوية حاجات مخفية، بمعنى ممكن تكونوا مش بتصارحوا بعض بحاجات، ومش بهدف ان انتوا بتخبوا، لا، بهدف ان انتوا في حالة كتمان، ان كل واحد شايل في قلبه اللي مزعله وساكت ما بيتكلمش عنه، ففي حالة من الحاجة المستخبية، فاهمين قصدي؟ وحاجة فيها اللي هو ايه، مفوضين امركم لله، كل مفوض امره لله وما بتتكلموش، او حد فيكم ما بيتكلمش، زي ما تقولوا مش عايز تشيله همك، يمكن تكون حاسس ان هو مش هيفهمك او كده، فعشان كده يعني بتخبي كل حاجة شايلها جواك وساكت، او ممكن يكون كمان ده الطرف التاني. شريكك بقى حالته عاملة ازاي؟ شريكك متكتف، بمعنى مش عارف يساعدك، مش عارف يعمل لك حاجة، متكتف. اولا هو مش فاهم، مش شايف الالم اللي انت فيه لان انت مخبيه، بس هو حاسس ان في حاجة، بس ايه هي الحاجة هو مش عارفها، مش شايف ومتكتف ومش عارف يعمل ايه. نفسه في ايه؟ نفسه يسعدك، نفسه تتلموا لو انتوا لسه ما ارتبطتوش، نفسه في ان انتوا ترتبطوا وتبتدوا عيله جديده، لو انتوا مرتبطين اوريدي نفسه العيله دي تبقى عيله سعيده ومترابطه، ويعني قريبين جدا من بعض، ده اللي نفسه فيه شريكك. شايفك ازاي؟ شايف حالتك، هو شايفك، كشفك مظبوط، انت متبهدل متبهدل، ألم شديد شديد يعني فوق الوصف، بس مش عارف يعمل لك حاجة، زي ما انتوا شايفين واقف مش عارف يعمل لك حاجة. دلوقتي في حالة صبر، حالة انتظار، حالة تقييم للموقف، بتحاولوا تقيموا الموقف. بعدين شايفة فرح، ده يعني الناس اللي ما ارتبطوش، اللي لسه في يعني بياخدوا خطوات للارتباط الرسمي، ممكن يكون ده اعلان خطوبه او اعلان حاجه، في انتصار على حاجه، لو كان ظلم واقع عليك باذن الله هتحتفلوا بانتصار، والناس بتبارك، وانتوا يعني زي ما تقولوا الروح بترجع لكم كده، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. وبعدها بإذن الله، يا رب يا رب إن شاء الله، يعني والله أعلم، اتنين زواج بالفعل، الناس اللي مستنية حمل إن شاء الله في حمل، كارت ده جميل، البداية الجديدة جاية يا جماعة، أهي Ace of Cups، الكلام ده في حوالي شهرين كمان. مشاعر جديدة بتبتدوا تحسوها، الدنيا هتلطف بقى، وأنا بقول إن الكارت ده يا جماعة دي إيد ربنا، أهي إيد ربنا بتتمدلك، الأمنية اللي أنت عايزها أو الحاجة اللي أنت مستنيها إن شاء الله هتحصل، في حاجة كويسة جدا جدا هتحصل، لأن بعد المصيبة دي، المصيبة دي إن شاء الله إيد ربنا بتتمد، لازم ولا بد، مفيش كلام، بإذن الله في حاجة كويسة. نصيحتي ليكم يا حمل، شريكك عايز يساعدك بس هو مش عارف يساعدك إزاي لأنه مش فاهم، فياريت لو تقدر تفهمه. انا عارفه ان في اوقات معينه الواحد بيبقى فعلا مش قادر يتكلم من كتر الالم، يعني الالم اللي بيزيد قوي شديد قوي، او الصدمه بتكون شديده قوي، بيبقى مش قادر يتكلم. ولو فرضنا ان الصدمه دي جت من الشريك، هو بيبقى اول واحد بيبقى مش عايز يتكلم معايا، بس بنصحكم ارجوكم حاولوا تتكلموا وتقولوا اللي جواكم عشان الشريك يحاول يساعد، لان هو فعلا عايز يساعدك بس مش عارف،
وانت جواك مشاعر عايز تبينها له، بس انت في حاجة وجعاك قوي فمش عارف تطلع المشاعر دي. هي جواك موجودة، حبك موجود لشريكك، يعني شريك الحمل شريكك بيحبك، لكن في حاجة منعاه ان هو يتكلم ويقول المشاعر اللي جواه، لان هو عنده ألم شديد شديد جدا. بليز اتكلموا، حاولوا الحاجات المستخبية دي بقى خلاص الستار يترفع وكل واحد يقول اللي جواه. دي القراية العاطفية لبرج الحمل، قراية حلوة نهايتها بإذن الله يا رب إن شاء الله حاجة في منتهى الجمال، فرح بإذن الله جاي، احتفال في حاجة حلوة جدا، وزي ما قلنا إتمام زواج أو خطوبة. الناس اللي مرتبطين ممكن المتجوزين ممكن يكون في حمل، لو كل ده موجود فهي ولادة مشاعر جديدة، بمعنى هنفتح صفحة جديدة بإذن الله. ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم دايما يا حمل إن شاء الله. معلش عدينا فترة صعبة، بس إن شاء الله بإذن الله ربنا هيعوضكم خير. انتصر معي كفاية، طيب وفعلا انتصر بالآخر. الله أكبر ما شاء الله يا لارا، حلو جدا ده، في حاجات حصلت بالفعل كويس أوي 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 الحمد لله. زي ما قلت لكم اللي حاسس منكم ان حصل وقع عليه ظلم، باذن الله باذن الله انتصار قريب قوي. ربنا ربنا ما بيسيبش حد مظلوم، ان شاء الله لو بعد 100 سنه هيرد عنكم الظلم ده ويرفعه عنكم ان شاء الله. اوكي تعالوا بقى ناخد الاسئله، في رجوع ولا لا للحمل اللي انفصلوا؟ اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن الله في رجوع. الناس اللي اتطلقوا أو على مشارف طلاق والحاجات اللي بتحصل دي، عيلة بتتلم. الناس اللي لسه ما تجوزوش بإذن الله هيتم جوازهم، يبتدوا عيلة جديدة إن شاء الله بإذن الله، ربنا يفرحكم يا رب. تعالوا نشوف الحالة المادية هل هيحصل فيها أي تغيير. بسم الله الرحمن الرحيم، لا بصوا ما فيش حاجه هتتغير في الحاله الماديه، والله اعلم والله اعلم. الحاله الماديه ممكن تكون لسه مزنقه، بس زي ما قلت لكم في مساعدات جايه. معلش نساعد بعض، نساعد بعضينا يا جماعه، نساعد بعضينا ان شاء الله هتبقى الدنيا احسن. نشوف هل في انفصال او لا في برج الحمل الشهر ده. بسم الله الرحمن الرحيم، هو لا مفيش انفصال، لكن واضح ان في طاقه من العقلانيه، يعني ناحيين المشاعر شويه وبنفكر بالعقل بس، ناسين بقى الحب والهيام والحاجات دي، راكنها على جنب. الحمل هو الحمل بصراحه طبيعته كده عملي جدا، بس فراق مفيش، ممكن يكون في عقبات او مشاكل.